الشيخ المنشاوي رضوان الله في سورة مريم جاء إلى قول الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. وقف الله ما أفقه وقفته. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الهبات في محاريب الخلوات، فأنت تخلو فتلقى الهبات والعطايا والنفحات، ومن تعود الخلوة بالله كان أرحم الناس وكان أعظم الناس حظا من البركات.